سنوات. حسين ممكن اكلمك بس بصراحه شويه؟ طبعا يا نوال، احنا عمرنا ما اتكلمنا الا بصراحه. انا حيرانه يا حسين، انا بعد حكايتي مع عادل قررت اني ما اعرفش حد واتفرغ للشغل. كنت فاكره اني لو سبت مصر حقدر انسى وابتدي حياتي من جديد، انما وانا في البحر عرفت واحد، بتهيألي انها كانت مجرد صداقه وتضيع وقت. لكن بعد ما قعدت معاك انت وسلوى والاولاد ابتديت احن للبيت، حبيت يكون لي انا كمان بيت وراجل واولاد، بس انا لسه مش مقتنع، مش مقتنع اجرب الجواز تاني بعد المصيبه اللي حصلت لي. انت غلطانه في حاجه واحده يا نوال، غلطانه في انك بتربطي كل تفكيرك باللي حصل لك مع عادل. اللي حصل ما كانش سببه الجواز، انما سببه الراجل اللي اتجوزتيه. الجواز حاجه حلوه لما يكون قائم على حب وتفاهم ومصارحه، لكن جوازك من عادل كان قائم على التسرع وعدم الثقه. انا كنت بحبه يا حسين. كنت بتحبي فكرتك عنه، انت ما كنتيش شايفاه كويس يا نوال، وهي دي مشكلتك كلها، عايشه بوهمك زي ما انت عامله دلوقتي بحكايه الارنوط دي. بس المساله وصلت لدرجه اني ما اقدرش اخد قرار لوحدي. بالعكس، القرار ده بالذات لازم تاخديه لوحدك. المهم انك تفكري كويس قبل ما تقدمي مع التجربه الثانيه. كفايه تجربه واحده ما نجحتش. هو عاوز يجي يشوفني هنا؟ خليه يجي يا نوال، مهما حصل مش هتخسري حاجه، بالعكس هتكسبي راحتك. لا، لو جه هيلاقيني لسه حيران وحافضل حيران. امال عايزه تعملي ايه؟ بفكر اقابله مره تانيه في البحر. هو قال انه يقدر يرجع في اي وقت، وفي البحر بعيد عن الارض يمكن اقدر الاقي نفسي واخرج من حيرتي ومغلطش. تفتكري؟ ايوه، انا بعتله جواب.